ببركة كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، وبرعاية الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لنور سات في الأردن والأراضي المقدسة، احتفلت رعية النبي إلياس للروم الملكين الكاثوليك نعور ومرج الحمام بعيد شفيع الكنيسة النبي إلياس. المزيد في سياق هذا التقرير. ببركة صاحب السيادة كير جوزيف جبارة الجزيل الوقار، وبرعاية حاملة الصليب المقدس الدكتورة باسمة السمعان المدير الإقليمي لمكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة، احتفلت رعية النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة مرج الحمام بعيد شفيع الكنيسة النبي إلياس بحفل روحي وفني ساهر أداره الكوميديان فارس حدادين، حيث نظمت كشافة الكنيسة مجريات الحفل بقيادة قائد المجموعة جوليا قندلفت دبابني. حضر الاحتفال النائب الأسقفي العام الأب الدكتور بسام شحتيت والأب مودي هنديلي كاهن رعية مار إلياس بجبل الحسين، والأب عماد بواب كاهن رعية أم السماق، والمونسنيور غازي خوري كاهن رعية مار شربل المارونية في عمان، والأب فراس دردر كاهن الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان، والأب زيد حبابة كاهن الرعية الكلدانية، والشماس بول جوري. الله وحده يكفي، كان هذا شعار بالنسبة له، والباقي ما له طعم بالحياة. إذا فكرتين بعيد مار إلياس الأماني لله والسخاء، ونحن اليوم إذا بحاجة أنا وياكم، نحن بحاجة للأماني لله والسخاء بحياتنا. وقد استهل الحفل بكلمة روحية وبركة كنسية من سيادة راعي الأبرشية المطران جبارة، ومن ثم قدم الأب جور شرايح كاهن الرعية المستضيفة والمحتفلة بعيدها كلمة شكر فيها سيادة المطران وراعية الحفل السمعان، والتي وصفها بأنها المحسنة إلى كنيسته، كما وشكر المجلس الرعوي وأخوية الكنيسة والكشافة وكافة فعاليات الرعية والمحسنين إليها. ونحن نحتفل بشفيع كنيستنا النبي إيليا، لا يسعنا إلا أن نعبر عن وافر شكرنا لله العلي القدير على نعمه الجزيلة، وأولها أنه من علينا برئيس أساقفة هذه قامته حكيم العلم والتقوى، وإذ نحتفل معه وبه فإننا نتضرع لله العلي القدير أن يمنحه سنين كثيرة من الخدمة بالحب والرحمة. صوت الحق لا يخاف في الوغى لومة لائم، كالنار سعيرا أحرقت البعل في الهشيم. صرخ الأردن عطشان يا إيليا هائم، أنزل الغيث كي يصير النهر عائم. جرار الزيت لا تنضب إن أنت باركتها، وبيت الفقير من الطحين لا يضيع. وأرملة صرفندي ابتسمت وفرحت ولدها، وإن كيد إيزابيل ارتد عليها فتشتتت. وعلى الكرمل مجد الرب تهلل، وأحاب ولى واندبر، ونهشت عظامه وحوش البراري. وأليشع ارتدى رداء التقوى، خير خلف لقدس سلف. ومن ثم ألقت الدكتورة السمعان رعية الحفل للحاضرين كلمات قلبية مشيدة بالمناسبة الروحية وأهميتها، كما أثنت على دور كاهن الرعية الأب شرايحة بخدمة رعيته. الأب الفاضل جورج شرايحة، الإنسان المعطاء بمحبته وبساطته وحكمته، اللي قدر إنه بهاي الرعية ولو بصمات تكون موجودة في رعية مرج الحمام. بصراحة احتفالاتنا دايماً، نحن بجمعاتنا، عم بديش أطول عليكم، لكن دايماً في عندي فكرة بخصوص احتفالات السهرات اللي بنعملها، الجمعات اللي بنسويها، إن كان حفل عشاء أو إفطار، الهدف منه
إنه نكون مع بعض، قلوبنا مع بعض بمحبة. لو في تقصير شوي، لو في شوية مثلا صار في شوية شغلات ما يعني كانت مزعجة وما حبيناها، لكن نحن كمحبين مع بعض وقلوبنا مع بعض ورسالتنا واحدة، هي رسالة المسيح ورسالة المحبة، إنه دائما نحتوي بعض أكثر وأكثر. فسامحونا اليوم إذا قصرنا معاكم بأي إشي، فتحملونا. إن شاء الله دائما نشوف بعض باحتفالات وفرحات أكثر وأكثر، ودائما أمنياتكم وأحلامكم وسعادتكم دائما تكون موجودة وتتحقق بأمانيكم بأولادكم بعائلاتكم، ودائما يكون الفرح والسعادة موجود في حياتكم وحياة اللي حواليكم. وفي ختام الحفل قدم الأب شرايح الهدايا التذكارية لسيادة المطران وللدكتورة السمعان راعية الحفل، وبعدها التقطوا الصور التذكارية في أجواء من الفرحة والبهجة. يا طيوري وغني لبلادي.